بلا ماهر وبلا بشار والعصابة الأسدية، سوريا بدها حرية. في هذا النشيد الثوري الخالد لقشوش حماة افتتح أهل السويداء اليوم الثالث من حراكهم الشامل الذي كان قد انطلق بنسخته الجديدة يوم الأحد. 3 أيام من التظاهرات والاعتصامات والإضراب الشامل في عاصمة جبل الغرب الأشم الذي بقي حالة خاصة على مدار السنوات 12 الماضية، حالة لا يمكن القول إنها تمثل الحياد، إذا إنه كان أقرب باستمرار للثورة، ثورة لم تتجلى بشكل واضح وصريح رغم أشكالها المستمرة وتجلياتها المتعددة في كل مناسبة. أما أن تحسب السويداء على النظام فهذا ما لم يكن واردا في أي يوم. ألم يرفض حتى المحايدون بل والمؤيدون للنظام من أهل الجبل إرسال أبنائهم للخدمة الإلزامية في جيش نظام أسد خلال السنوات الماضية؟ ألم يفتح آل معروف أبوابهم وقلوبهم للنازحين الفارين من إرهاب أسد وداعش إلى جبل الغرب؟ ألم يتصدى أهل السويداء لكل محاولات استقطابهم لطرف النظام أو تخويفهم من الثورة السنية كما يسميها؟ بل حتى عندما سمح لتنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ مجزرته الشهيرة في ريف المحافظة الشرقي عام 2018 حافظ الجميع على الحكمة وروح الأخوة دون ردات فعل طائفية تجاه جيرانهم أو ضيوفهم السنة، ما أفشل أحد أخطر مؤامرات هذا النظام وحاميته إيران. واليوم إن كان قد تغير شيء فهو موقف المترددين من أبناء الجبل الأشم أو حتى الذين كانوا في موقفهم أقرب للنظام، الذين اقتنعوا أن إخوتهم الذين كانوا ضده منذ البداية كانوا على حق، بدليل أن الحراك الحالي يكاد يكون شاملاً لجميع الفئات. فشلت مساعي الأسديين إذن في استقطاب الموحدين الدروز إلى تحالفهم بشكل كامل كما تمنوا، كما فشلوا في زرع العداء بينهم وبين طائفة الثورة التي شملت المناضلين من كل الطوائف الساعين لبناء دولة حرة ديمقراطية من أجل جميع السوريين. هل سنكون أمام حراك يتصاعد أكثر في جبل الغرب ويتجذر أكثر ليشجع بقية السكان في المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة نظام ميليشيا أسد على الانتفاضة؟ ما الذي تنتظره هذه المناطق من أجل الثورة على هذا النظام الذي تغرى وانفضح وبانت كل سوءاته وعوراته؟ أم إن القبضة الأمنية مختلفة وإن على السويداء وأهلها واجباً مضاعفاً اليوم هو القيام بحملهم وحمل أشقائهم في الساحل ودمشق وحلب وحمص وحماة اليوم؟ ومن لها إن لم يكن آل معروف لها؟ أليس من حق أهل إدلب الذين هتفتم لهم يا إدلب حن معك إلى الموت أن تكملوا عنهم ومعهم طريقا شاقا أرهقهم؟ أليس من حق أهل الباب الذين خرجوا باعتصام يحييكم أن يطمعوا بأن يكون حراكهم بوابة لمحاسبة نظام المخدرات والطائفية والإجرام الذي ما إن هتفتم ضده حتى جدد لكم الاتهام بالعمالة والخيانة؟ فردد كل حر ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي قبل 80 عاما: وما كانت دروز قبيل شر وإن أخذوا بما لم يستحقوا، ولكن ذادة وقرات ضيف كينبوع الصفا خشن ورق.